السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. أعلنت اليوم منظمة الجلوري كيك بوكسينج للوزن الثقيل الموعد نزال البطل المغربي جمال بن صديق ضد الهولندي ريكو فيرهوفن، وهي المواجهة الثالثة بين المقاتلين. وحسب منظمة الجلوري فتاريخ النزال هو يوم 30 يناير 2021، فحد موفق للبطل المغربي جمال بن صديق. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، كذلك وضع إعجابكم بالفيديو تشجيعا لنا وشكرا.